نحييكم مشاهدينا في حلقة جديدة وحدث جديد عنوانه المشهد الإيراني، حيث عقب إطلاق طهران صواريخ بالستية وإرسال طائرات مسيرة مفخخة فوق إقليم كردستان في وقت سابق من هذا الأسبوع، طالب نائبان من الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة وزارتي الدفاع والخارجية بالرد على الهجمات الإيرانية على المصالح الأمريكية بالعراق. وقال المشرعان إنه يجب أن تكون السياسة الأمريكية هي استعادة حملة الضغط الأقصى لوقف السلوك العدواني للنظام الإيراني، معتبرين أن استراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن اتجاه إيران فشلت وحان الوقت لتغيير المسار على الفور على حد تعبيرهما. فبالتالي هذه النقاط مشاهدينا تدفعنا للتساؤل، فكيف تقرأ المناورات الإيرانية بين أحياء المفاوضات النووية واستهداف المصالح الأمريكية؟ وهل سترضخ إدارة بايدن لمطالب الجمهوريين بالرد الفوري على الهجمات الإيرانية؟ وعقب نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية، هل سيتغير نهج إدارة بايدن اتجاه طهران؟ في تطور جديد ضمن مسلسل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، طالب نائبان من الحزب الجمهوري بالولايات المتحدة وزارتي الدفاع والخارجية بالرد على الهجمات الإيرانية الأخيرة على المصالح الأمريكية في العراق. وقال نائبان في رسالة موجهة لوزارتي الدفاع والخارجية إنه يجب أن تكون السياسة الأمريكية هي استعادة حملة الضغط الأقصى لوقف السلوك العدواني للنظام الإيراني، في إشارة إلى تهديد طهران المسؤولين الأمريكيين وإطلاق الصواريخ على دول حليفة لواشنطن. وبحسب المشرعين الأمريكيين، فإن الرد على التهديدات الإيرانية يأتي أيضا لضمان ردع أي هجمات مستقبلية وحماية مصالح واشنطن الإقليمية، معتبرين أن استراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه إيران فشلت وحان الوقت لتغيير المسار على الفور على حد تعبيرهما. وجاءت المطالبات عقب إطلاق إيران صواريخ باليستية وإرسال طائرات مسيرة مفخخة من قبل إيران فوق إقليم كردستان يوم الاثنين الماضي. وفي سياق آخر، شهد ملف الاتفاق النووي الإيراني تطورات عدة خلال الأسابيع الماضية، كان أبرزها محاولات طهران تقريب وجهات النظر مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أدت في مجملها لموافقة إيران زيارة خبراء الوكالة لثلاثة مواقع إيرانية غير معلن عنها. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي كشف لاحقا إن البرنامج النووي الإيراني يظهر تقدما كبيرا، وأن الوكالة تلاحظ ارتفاع مستويات تخصيب اليورانيوم ليصوت على أثرها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار يطالب إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في أثار اليورانيوم التي عثر عليها في المواقع الثلاثة. أرحب بضيوفي من القاهرة، دكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا، وأيضا من القدس الدكتور حسن مرهج خبير في شؤون الشرق الأوسط. ضيوفي أهلا بكم وشكرا على قبول الدعوة. بداية دكتور حسن، إذا السؤال الأبرز في الحلقة وهو نقطة هذه المناورات الإيرانية التي نشهدها خلال الفترة والأسابيع السابقة، إن كان فيما يخص الملف النووي، إن كان فيما يخص يعني الجانب الأمريكي أيضا بشكل المباشر، إن كان فيما يخص حتى الداخل الإيراني، تحديدا في النقطتين الأساسيتين المفاوضات النووية واستهداف المصالح الأمريكية في العراق، كيف يمكن يعني بالفعل النظر إليها؟ يعني مساء الخير بداية لك وضيفك الكريم والمشاهدين. يعني أنا باعتقادي في ظل الوقوف المباحثات النووية وأيضا
الجمود الذي حصل في الأونة الأخيرة والتراجع الغربي الأمريكي لكل ما تم أو التوصل إليه في الأشهر الماضية في شأن الاتفاق النووي، كل هذا الجمود الذي حصل، يعني نحن عدنا إلى نقطة الصفر. هناك تفاهمات ولكن لم تطبق، وخاصة أنه الأوضاع الإقليمية والأوضاع العالمية الآن هي قيد التغير وتغيرت على أرض الواقع، والقادم سوف يعني يثبت هذا التغير، وخاصة تعدد الأقاليم وليس مكان للإقليم الواحد. وما تعانيه أوروبا اليوم من الطاقة وحاجة الطاقة لها، هذا جعل إيران أكثر قوية وأكثر، يعني هناك كانت توجهات لإيران للحصول على الطاقة منها، وبذلك يعني كانت إيران استغلت هذا الحاجة الماسة للأمريكي والأوروبي بأن لا تعطي يعني هذه الطاقة بأمور سهلة إلا إذا تم التواصل باتفاق ما يخدم المصلحة الإيرانية. إذا كل الأوراق والمكاسب والأوراق الكاسبة في اليد الإيراني، وبذلك يعني كل ما تفضلت به هي ما زالت مستمرة، يعني المواجهة الأمريكية، المواجهة للقوات الأمريكية على الأراضي العراقية وحماية الأمن القومي، وحتى استمرار الأمريكي والأوروبي والإسرائيلي والسعودي في دعم الاحتجاجات في إيران، وكل ما من الجواسيس التي ترسل ويتم القبض عليها، وأيضا في الملف النووي عندما لا نصل إلى اتفاق، فإذا وانسحاب أمريكا من هذا الاتفاق والجمود الأوروبي تجاه هذا الاتفاق، إذن هذا يقول بأنه إيران تستمر في برنامجها النووي كما خططت له، ولا شيء يعني يقفها عن ذلك، لأنه يعني طالما لا يوجد أي التزام من الأطراف، فلماذا إيران عليها أن تلتزم أو تخضع لأي مراقبة من الطاقة الذرية، رغم أنه هي ما زالت يعني هناك خطوات عالقة بينها وبين الطاقة الذرية والرقابة، وسمحت لبعض الكاميرات وأوقفت البعض، هو احتجاج على كل التراجعات الأمريكية. وكل ما تريده أصلا إيران اليوم من هذا الاتفاق النووي هو إعادة أموالها المنهوبة والمسروقة والمجمدة في الحسابات الغربية والأمريكية. دكتور علي، إذا نقاط عديدة تفضل بها الدكتور حسن، إن كان في نقطة التفاهمات التي لم تطبق فعليا بين الدول الغربية وحتى إيران فيما يخص المفاوضات النووية والاتفاق النووي تحديدا، فيما يخص تغير المشهد العام العالمي والحاجة الماسة للدول الغربية نوعا ما للطاقة، وأن كل الأوراق اليوم أوراق الكسب لنقل أو الكاسبة نوعا ما كما قال الدكتور حسن في يد إيران، إن كان في نقطة أيضا عدم التزام، يعني كما قال عدم وجود التزام من جانب الدول الغربية في بعض النقاط يعني التي يجب العمل عليها، فلماذا كما قال أيضا الدكتور حسن يجب على إيران أن تلتزم من جانبها إن لم يكن هناك التزام من الطرف الآخر لاتفاق في جانب الاتفاق أو موضوع المفاوضات النووية. إذا هذا المشهد العام بشكل أو بآخر بين هذين الطرفين من جانب إيران ومن جانب تحديدا الولايات المتحدة كيف يقرأ وما سيناريوهاتها برأيكم دكتور علي؟ طيب، الأول بشكركم على استضافتي أهلا في البرنامج، أهلا بكم. وأنا يعني لي رأي إن المشهد طبعا تغير بعد الحرب أوكرانيا، المشهد العالمي يعني خاصة إن قوة يعني قوة عظمى زي روسيا تنشغل في حربها مع أوكرانيا، وبعدين الدول الغربية تساعد أوكرانيا في حربها ضد روسيا. فالعالم تقريبا النهاردة بالوكالة، يعني أوكرانيا بتحارب بالوكالة للدول الغربية. المشهد اللي قدامي دلوقتي إن إيران في تحالف مع روسيا، وروسيا لها حق الفيتو في مجلس الأمن، وإيران تعلم كده كويس جدا. وإذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هترفع الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، فهم مش هيوصلوا الحل، لأن روسيا هتعترض والصين هتعترض. أصبح النهاردة المشهد
إن في أزمة طاقة على مستوى العالم وخصوصا في قارة أوروبا وهي أكبر قارة لاستهلاك للطاقة. المشهد دلوقتي أوروبا عاوزة طاقة، اللي يقدر يوفي الطاقة لأوروبا إيران، لأن إيران ما عندهاش عقود طويلة الأجل في الغاز أو في البترول، لكن الدول الثانية قطر وخلافه وعندها عقود طويلة الأجل، وبالتالي يعني أن تحضر شحنات طاقة لأوروبا من الصعوبة، لكن إيران سهلة ما عندهاش عقود مرتبطة بها طويلة الأجل، وبالتالي إيران أقرب دولة إلى أوروبا في تصديرها للغاز وللبترول. بالنسبة في دول في أفريقيا زي نيجيريا والجزائر، لكن برضو مش هيقدر يوفوا احتياجات أوروبا اللي هي 155 تريليون قدم مكعب من أو متر مكعب من الغاز سنوي. الموضوع صعب شوية، فإيران بتلعب بالوقت. إيران يهمها أنها تكسب. إيران تعلم جيدا وتعلم علم اليقين انها لو امتلكت قنبله نوويه كله هيتعاون معاها وكله يعني هيقدم لها التحيه وهتعتبر قوه نوويه ومفيش حد هيقدر يجي جنبها. ايران هي عارفه هذا الموضوع، فايران شغاله ليل نهار في البرنامج النووي وبتلعب على عامل الوقت. عامل الوقت مهم جدا بالنسبه لايران، لان ايران لا تكل ولا تمل خالص، عم شغاله ليل نهار لغايه ما توصل اللي هي عاوزاه. النهارده في ملاحظات من وكاله الدوليه للطاقه الذريه ان في نسبه التخصيب بتزداد في ايران، بيستخدموا اجهزه طرد مركزيه جديده. فالموضوع بالنسبه لايران النهارده روسيا في ظهرها والصين في ظهرها، وبالتالي هي مش خسرانه حاجه. العقوبات ولا أثرت على روسيا ولا أثرت على إيران، العقوبات الغربية سواء الأمريكية. اللي أنا شايفه واللي المفروض يحصل لو أنا يعني رئيس لدولة زي أمريكا، أنا المفروض أن أنزل ب يعني التنازلات بحيث الموضوع يتحل. الموضوع في إيدين أمريكا مش في إيدين إيران. يعني أمريكا ممكن تقدم تنازلات صحيح مش هتضرها خالص. في وقت ما شهدنا نوعا ما من المحاولات الحثيثة من جانب واشنطن تحديدا وحتى الدول الغربية لإحياء الاتفاق النووي بشكل أو بآخر، ولكن في كل مرة كنا نشهد نوعا ما من مطالب جديدة من جانب إيران. يقول البعض بأنها محاولات المماطلة مرة أخرى للوصول إلى غرضها الأساسي. دكتور حسن، تماما دكتور حسن، إذا إن كانت كما قلتم اليوم الأوراق بيد إيران ولديها روسيا من جانب ولديها الصين من جانب آخر، لماذا إذا في وقت ما قبل مدة توجهت وقالت بأنها سترسل وأرسلت من الممكن وفدا لمقابلة مسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أدت بمجملها لموافقة إيران على زيارة يعني وفد من الوكالة للمواقع الثلاث الغير معلنة عنها؟ يعني كيف يمكن قراءة حتى هذه التطورات والعودة مرة أخرى والحديث عن يبدو أنه الوضع يتأزم من جديد بين هذه الأطراف؟ يعني بداية لو نظرنا إلى المحاور الإيراني بكيف يفعل ويحاور هذه الدول، نرى بأنه هو يترك شقا من الأبواب دائما مفتوحة ولا يغلقها بشكل نهائي. نعم قد يحتج ويغلق كاميرا هنا أو هناك أو يقدم أي احتجاج، ولكن دائما يسمح للمراقبة الدولية أن تزور طهران وأن تأتي إلى طهران، ولكن حقيقة الأمر لا نستطيع أن نعرف ماذا تفعل بزياراتها وما النتائج، ولكن غلق الأبواب نهائي هذا يجعل ربما يعني إيران تحت ملامة كبيرة جدا وتوقعات غربية. يعني نحن علينا أن نتعلم من الدروس الذي حصل إلى العراق ومع العراق عندما اتهم بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية
تم اتهامه لأنه منع من الزيارة والتفتيش، وبذلك كان لهم ذريعة للغرب لبريطانيا وأمريكا وقاموا في احتلال العراق. الإيراني تعلم لربما من كل هذه التجارب، ولربما أكثر في حنكته وصبره الطويل، وهذا ما تعامل به واستغلال الفرص بشكل يعني قوي جدا، ودائما ترك الأبواب مفتوحة لأي زيارات وأي محادثات وعودة إلى المحادثات، دائما هو على استعداد ولا يغلق هذه الأبواب. وهذه سياسة إن دلت أنا برأيي هي تدل على الموقف القوي للجانب المفاوض الإيراني وما لديه من أن يقدمه ويعطيه. والمطلب الجانب الآخر والجانب الأمريكي، وإيران تعرف ذلك جيدا، يعني أنا باعتقادي أحد الأسباب الرئيسية التي تم الحديث عن استكمال الاتفاق النووي وتجميده إلى بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، لأنه في هناك مطلب إيراني من التعهدات أنه أمريكا إذا كان تغير هناك رئيسا ما هي الضمانات التي تستطيع إيران أن تضمن بأنه لا تكون هناك العودة إلى نقطة الصفر كما حصل في فترة ترامب. هذا أيضا درس تعلمناه، وتعلمنا أيضا بأنه الأوروبي هو ضعيف جدا، والدول الأوروبية يعني محكوبة، ونحن نرى ما يحصل إليها الآن في الأزمة الأوكرانية، هي تنتحر وشعوبها يعني على الجوع والغلاء الفاحش المتواجد في أوروبا اليوم، والتضخم المالي في الدول، والمظاهرات التي تكتسح أوروبا اليوم بشأن كل الطاقة، وأيضا بشأن غلاء المعيشة ولما تعرضها، وهي مستمرة في عنجهيتها وتصلبها وتزويد أوكرانيا. ونعم أوكرانيا تحارب محل الناتو مع روسيا، ولكن هذه حرب يعني نتائجها معروفة لغاية الآن، والنفس الطويل الروسي أيضا سوف يجر أوروبا إلى ربما نقطة التفكك للاتحاد الأوروبي، والآن بدأت بذور هذا التفكك مستمرة، لأن هناك دول لن تتحمل الشتاء البارد وما يأتي وكل نتائجه وعقابه، ونرى بعض المصانع التي تقفل، وبالتالي كل المصانع التي تقفل بأوروبا إلى أين ستصب هذه المصانع؟ سوف تصب بالحقل الصيني الذي هو حليف لإيران وحليف إلى روسيا، ولن تذهب إلى الولايات المتحدة بسبب البعد والغلاء وأيضا التضخم المالي موجود هناك. كل هذه العوامل إيران تدركها جيدا، وهذا يعني تأجيل الموضوع، نرى اليوم هناك نتائج، يعني بالشهر القادم سوف نعرف من سيكون العدد الأكبر من الجمهوريين أو الديمقراطيين في الكونغرس ومجلس الشورى فمجلس الشيوخ، وبذلك يعني لربما تستطيع أمريكا أن تقدم بعض الالتزامات إلى الجانب الإيراني لتضمن أنه إذا وقع هذا الاتفاق لن نعود إلى نقطة الصفر. وأيضا الحاجة الماسة اليوم، كلما طالت اقتربنا إلى الشتاء القارس والبارد ويعني عدم توفر الطاقة، كلما يعني أعطى إمكانية الحصول على اتفاق مبكر وعودة الأوروبي والذهاب الأوروبي إلى إيران للحصول على هذه الطاقة، وإيران لن تقدمها إلا بضوء أخضر روسي، ويعني سوف يحصلوا على مكاسب من هذه الأمور. هناك فرص ذهبية أنا برأيي لن يفوتها لا الإيراني ولا الروسي أيضا، إن كان هناك ضوء أخضر روسي هل بالفعل حقيقة المساعدة، حقيقة يعني طلب المساعدة الإيرانية من المساعدة من جانب روسيا في الجانب النووي، هل كانت هذه النقطة صحيحة دكتور حسن؟ كان أن الضوء الأخضر نعم، نحن لاحظنا سيدتي يعني عندما كانت الاتفاق سنة 2015 كل ما نصل إلى نقطة معقدة كان يأتي لافروف ويأتي الصيني وتحل المشاكل، طيب. حتى توصلوا إلى الاتفاق، يعني دون الدعم الصيني والروسي لا تستطيع إيران وحدها أن تغامر أمام كل هؤلاء في المجلس هيئة الأمم، ويستطيعون أن يتخذوا أي قرارات ضدها، فعليه أن تضمن نفسها من هذه القرارات
كان الطرفين الروسي والصيني في وقت ما، هذا في 2015 دكتور حسن، يعني وسيطين ويتم عبرهما الوصول إلى اتفاق، ولكن دكتور علي هل ترون بأن في هذه المرحلة أيضا يمكن لهذين الطرفين أن يكونا أو يصلا بنقطة معينة مشتركة بين الطرفين الإيراني من جهة والغربي وعلى رأسهم الولايات المتحدة من جهة أخرى؟ دكتور علي. نعم فندم، المشهد اللي احنا امامه دلوقتي اللي شايفينه امامنا، المشهد ده بيقول ان روسيا عاوزه تغير المعادله العالميه في ميزان القوى، يعني يبقى في الكوكب عليه مش قوه واحده اللي هي امريكا، لا يبقى متعدد القوى، متعدد الاقطاب، روسيا والصين، وممكن تبقى الهند كمان معاهم. يعني ده المشهد اللي احنا هنشوفه، ايران بتتدارى ورا الصين ورا روسيا. ايران اريار مشهد كويس جدا، ارياك اسوء فهمان. ايران من الناحيه السياسيه مفاوضات على درجه عاليه وعلى كفاءه عاليه، وعامل الوقت بيلعبوا عليه بحيث ان هم عاوزين يوصلوا باي طريقه الى ما وصلت اليه كوريا الشماليه، يبقى عندهم قنبله نوويه. النهارده ما فيش حد يقدر يجي يقرب ناحيه كوريا الشماليه، عندها قنابل نوويه وعندها صواريخ باليستيه، وايران عندها صواريخ باليستيه خلاص، وجربت واحد من قيمه شهر كده او اسبوعين، فضل القنبله النوويه. وانا بعتقد ان ايران يعني في سبيلها للحصول على القنبله النوويه، في يعني ممكن تكون عندها او ممكن تكون خلال فتره وجيزه جدا. فإيران عاوزة توصل إلى نفس المعادلة اللي هي لكوريا الشمالية، وتبقى في ظهرها الصين وفي ظهرها روسيا، ومفيش حد يقدر يتكلم مع إيران بعد كده، وراح تبقى قوة في المنطقة. طبعا أمريكا بكل الطرق بتحاول إن هي تقعد وتتفاوض في يعني في محادثات غير مباشرة، يعني بعيدة عن 5+1، لأن روسيا ما يهمهاش إن الموضوع ده ينتهي، روسيا والصين ما يهمهاش برضو، الموضوع هينتهي بعد انتهاء الحرب، بعد انتهاء حرب أوكرانيا. مين لو روسيا لا قدر الله حصل لها حاجة يبقى الموضوع هيفشل. لو روسيا يعني نفذت مطالبها في أوكرانيا واخدت المناطق اللي هي خضعت لها دلوقتي، فهيبقى الموضوع لإحياء بعد كده. لكن لو روسيا لا قدر الله حصل لها حاجه مش كويسه، يعني انهزمت او خلافه او ما خدتش حقوقها في الحرب دي، فالموضوع هيتغير خالص، ومش هيبقى فيه اتفاقيه ما بين ايران وما بين الغرب خالص، وايران هتمشي في طريقها وهتعمل القنبله الذريه في الحاله دي. لكن لو حصل ان روسيا اخذت حقوقها في منطقه القرم وخلافه والمرات اللي هي احتلتها، والغرب وافق لها على الاراضي ان هي تاخدها، ففي الحاله دي هتبقى يقدروا يتعاملوا بقى مع ايران، لان برضو روسيا برضو ما يهمهاش ان تبقى على حدودها في دوله ما عندها قنابل نوويه، يعني مهما كانت ايران، فروسيا ما يهمهاش، يعني لا ترضى ان يبقى على حدودها في دوله عندها قنابل نوويه، وخاصه وان اختلاف في العقيده الدينيه، دولت مسلمين ودولت مسيحيين، فروسيا ما يرضاش في الوضع اللي هو تبقى قطب من اقطاب العالم ان هي يبقى في دوله على حدودها معاها قنابل نوويه، وبالتالي في الحاله دي روسيا هتضغط على إيران إن هي توافق على شروط الغرب. تماما. دكتور حسن، إذا مستقبل العلاقات بين طهران وواشنطن اليوم في ظل المعطيات الحالية في المشهد بشكل كامل؟ باعتقاد العلاقات الإيرانية، يعني إيران طالما هي ترحب يعني باستمرار على الأقل الموضوع النووي، ولكن هي لن تتخلى عن الخط الذي وضع من قبل روسيا والصين، والصين ليس عبثا أتت إلى إيران ووضعت يعني استثمارات أكثر من 25 مليار دولار في إيران، وهذا كانت مساعدة كبيرة جدا
بظل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران أكثر من 40 عام، ونرى التطور والازدهار يعني يحصل بشكل مستمر. أنا باعتقادي الظروف الحالية أو القادمة في ظل الحرب الروسية روسيا وأوكرانيا هو سوف يفرض الواقع، ليس ربما مع أمريكا بشكل مباشر، ولكن مع إيران سوف يكون الحديث معها من خلال الأوروبيين، ولربما لاحقا من خلال الصين. ولكن يعني محادثات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة لن تكون، مع العلم أن الولايات المتحدة لو تحدثت وفتحت المجال إيران لهذا الموضوع، هناك ملفات كثيرة في المنطقة عالقة، يعني ليس الموضوع النووي فقط، يعني هناك الملف العراقي، وهناك الملف اليمني، وهناك الملف السوري، والملف اللبناني، كل هذه ملفات يعني هي ضاغطة جدا أيضا على الإدارة الأمريكية. و دكتور حسن، طيب فقدنا الاتصال بالدكتور حسن. كون هذه النقاط العديدة وتلك الملفات التي تحدث عنها دكتور علي الدكتور حسن في نقطة، يعني إن كان الملف اللبناني، السوري، العراقي، اليمني، والكثير من الملفات الأخرى الضاغطة، فعليا إن تم الحديث المباشر وفتح المفاوضات المباشرة بين الطرفين التي يبدو أنها بعيدة نوعا ما في ظل المشهد الحالي، أنتم كيف تقرؤون سيناريوهات المستقبل بين الطرفين بشكل سريع دكتور علي؟ طيب يعني المشهد برضه قدامنا بيقول نحن شايفينه ان ايران على الارض منتشره، موجوده في سوريا وفي لبنان وفي اليمن، وبالتالي ايران عندها ارضيه تقدر يعني على الاقل تضغط على امريكا، لان في العراق يعني ايران عندها في العراق، وامريكا موجوده في العراق، امريكا موجوده في سوريا، وبالتالي ايران ممكن تضغط على امريكا من الناحيه العسكريه، ده اللي انا شايفه، وهي اللي بتلعب على النقطه دي بحيث ان هي تهز امريكا، وكمان في منطقه الخليج، يعني سواء بالمسيرات والحاجات دي فوق الحاملات، يعني فوق ال، هل من الممكن ان نشهد ايضا رد مشابه من جانب الولايات المتحده لايران ان كان لاذرعها او وكلائها او حتى هي بشكل مباشر دكتور علي؟ ايوه، هل من الممكن ان نشهد رد امريكي ايضا؟ ايوه، هو بص يعني اللي انا شايفه معلش يعني ان 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 امريكا انسحبت من افغانستان، ودي كانت اكبر غلطه عملها ترامب، بايدن. فده نوع من الهزيمه، امريكا مش هتحاول تكرر مره ثانيه ان هي تنهزم تمام المنطقه دي، معايا؟ نعم دكتور علي. فاللي انا شايفه ان امريكا مش هتخوض معارك مع ايران او خلاف ايران. نعم، اذا يعني ستقبل في طريقة دبلوماسية مع ايران بشكل او باخر، وحتى ومع استمرارها في هذه الاستهدافات التي تقوم بها. عذرا دكتور علي، ولكن انتهى الوقت المخصص للبرنامج. اشكرك جزيل الشكر على كل النقاط التي تفضلتم بها. من القاهرة دكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا، واشكر ضيفي من القدس الدكتور حسن مرهج، خبير في شؤون الشرق الاوسط، على كل ما تفضل به. في الختام اشكركم مشاهدينا على طيب وكرم المتابعة، الى اللقاء.